اوكي، احنا بنعيش بعصر الفكر والمعلومات، وهذا الاشي لازم دائما ننميه باطفالنا ونتعامل معهم على اساس انه نحن بدنا اياهم ينجحوا بحياتهم بكل المجالات، واهم اشي مجال المعرفه والبحث عن المعلومه. بهذا الموضوع وقلنا بمناسبه اليوم العالمي للطفل معنا اخصائيه تربويه روان ابو عزام لتجاوبنا كيف نتعامل مع الطفل الفضولي. وبركز، اهلا وسهلا فيكي روان، وبذكر انه تواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك بسؤالنا اللي طرحناه ببداية حلقتنا. إذا سألك ابنك سؤال محرج كيف تتعامل معه؟ لأنه روان أبو عزام بعد ما نخلص حوارنا راح تجاوب كمان ونسمع أسئلتكم وأجوبتكم. أهلاً يا روان. أهلاً دانا. إذا بدنا نبدأ نحكي عن المدخل الطبيعي للطفولة أو للإنسان، هو يولد عنده الفضول، والفضول إحنا بنعتبرها سمة صحية، لكن المجتمع غير صحي. فأنت صبح كنت تحكي عن مصطلح أنا حكيته، موضوع الطفس. فهو بالفعل بيتعرض الأطفال عنا للطفس. فخلينا نحكي عن أهمية الفضول كبداية. لا، هو بداية بنلاحظ من بالطفولة بياخد شكلين. الفضول بياخد شكل إنه التخريب، بنحب الاستطلاع إنه إيش في داخل الشيء عند الأطفال الصغار كتير. بياخد شكل أسئلة لا تنتهي لما يصير الطفل قادر إنه يحكي ويسأل ويستفسر، وهذا هو أشكال الفضول. هلأ إحنا بالنسبة لنا عم نتزمر من الأسئلة، بنتزمر من الطفل الفضولي، بس هي بالنسبة له نحكي إنه بوابة اكتشاف. يكتشف إيش في من حوله، لأنه الطفل بالنسبة له أي شيء حوله هو غامض، يحتاج لشرح وتفسير. من عن طريق فضوله يعني هو رح يعني يستقبل أسئلة، هاي بتحسسه في الطمأنينة من ما خافه اللي بتدور من حوله من العالم الجديد اللي هو عم بتعرض إله. فإشي يعني فطري إنه هو الطفل يكون عنده فضولي ويعرف ويستفسر يعني السمة الأولى خلينا نحكي التخريب هي بالعمر الطبيعي. وبعدين الأسئلة بده يشوف شو بيصير، يعني بيحبوا دائما يلمسوا الشغلات الأطفال ويشوفوا يفتحوا الجارور أو يفتحوا الخزانة. بتلاقي الأم هذا نفس الطفل لما يكبر يصير يحكي، رح برضه يصير يسأل كتير ويستفسر كتير. فهي بتاخد شكلين بالبداية، بس هي خاصية إيجابية. هي هلأ إحنا كيف نقدر نعرف إنه الطفل هو عنده إشي إيجابي من الفضول؟ أول إشي بيصير في عنده نمو فكري، سؤال وجواب، معناته هو في عنده نمو فكري للطفل. بتصير في عنده بتحسن مستوى الإدراك لما حوله بشكل عام، بتلاقيه بده يستفسر عن أي إشي. برضه بيمتلك قدرا كبير من الذكاء الطفل الفضولي. أيضا هو عن طريق فضوله بده يتعلم من أي إشي من حوله، بده يكتسب معلومات متنوعة. هاي المعلومات بتنشط الدماغ باستمرار، وأيضا المعلومة لما تكون زي ما أنت حكيتي رندا، إحنا هلأ المعرفة والحصول على المعلومة، هاي المعلومة بالأغلب ترسخ أكثر لأنه هو اللي حصل عليها مش إنها انفرضت عليه وهو طلبها بالضبط. فهون لها فوائد كتير الفضول، ما بصير إحنا لا سمح الله إنه الأهل يعني إذا هلأ بدنا نحكي عن يعني شغلات بنتبعها نطفس الطفل للأسف. كيف لا تطفس ابنك؟ هي ثلاث أحرف مستفزين، طفس، إنه إحنا بنتعرض للطفس. يمكن نتذكر روان حتى في المدرسة مرات أنا كنت أسأل أسئلة، يعني كان أجوبة المعلمين إنه لسه مش هلا تعرف أو مش ضروري تعرف أو ما دخلك. مرات المعلمين ومرات الأهل بيستخدموا هاي العبارات. قديش بتحد من ذكائه وبتحد مرات من ثقته بالسؤال نفسه، بحد السؤال بيصير بالمستقبل ما بده يسأل. بالضبط. هلا إحنا إنه كأهل كمربي أو مربية كواء بالصف أو في المنزل، بس هو الأفضل إنه يأخذ الطفل معلومة من أهله، لأنه هو عن طريق سؤال إحنا بنقدر نعرف طريقة تفكيره بإيش عم بفكر ابننا. يعني هو سؤال إشي مهم نقدر نحلل منه كتير شغلات، شخصية ابننا، طريقة تفكيره. هلأ إحنا بداية أول إشي لازم إنه ما نطص الطفل أو نصده، لأنه هذا بيمنعه عن التفكير، سواء أنا كمعلمة أو كأم. هلأ برضو نتجاوب معهم، يعني نكون معهم هيك مرنين، نتجاوب معهم قدر الإمكان. والطفل من حقه، وعم نحكي عن حقوق الطفل، انه يحصل على اي اجابه لاي سؤال بيستفسره. لانه لما يحصل والجواب لازم يكون بيحتوي على ثلاث عناصر، بنحكي يجوب يكون محتوي على معلومه. هو بيسال الطفل بده معلومه. ما بده انه عم بيسال بده يستفسر، بده يكون جواب مقنع. احنا للاسف اسلوبنا كثير تقليدي، اسلوبنا خالي من اسلوب التربوي، اسلوبنا شوي هيك بنستهتر او بنتهرب. دائما بيكون اسلوبنا انه بعدين بتعرف او لما تكبر بتعرف. دائما هذا جوابنا. صح. على الاغلب هذا صعب. بنحاول انه نتهرب، وبرضه انه نكون مناسب للفئه العمريه، اللي هو نكون نعطي خطوط عريضه ومن ثم نخوض في التفاصيل حسب الفئه العمريه للطفل. ثلاث شغلات لازم نلاقيها الطفل في الجواب كثير مهمه مشان نقدر انه ننمي عنده الفضول، يرجع يسال سؤال ثاني
ثاني يرجع يسال سؤال ثالث، يرجع نكبر معارفه نكبر مداركه، لانه هو صفحه بيضاء. هذا السؤال لما حصل على اجابه هو بدايه بنائه المعرفي، هو بدايه مخزونه الثقافي، هو ايضا برضه بدايه مفتاحه للحياه حتكون، لانه مصدر الام والاب على المعلومات. ايضا زي ما تفضلتي المعلمه عندها حصه دراسيه كبيره، ما رح تجاوب باسلوب مفصل، باسلوب انه حلو طبعا. اللي هو يعني يقدر يقنع الطفل فيه. يعني المعلمة عندها واحد من 25، بس أنا الأم عندي 2 أو 3، ويمكن بقدر أعرف طريقة نمو تفكير ابني. طيب هلأ لما يسأل الطفل سؤال بالفعل محرج مثلا، أو أنت بتلاقي إنه إجابته كبيرة عليه، شو كيف لازم يتعاملوا الأهل معه؟ هلأ كتير مثلا بعمر 4 سنين و3 سنين، ماما أنا كيف إجيت لهالدنيا؟ هذا السؤال على فكرة كيف نجاوب، بيجوا إنه مسرمان كيف نجاوب هذا الجواب. هلأ إحنا قبل 8 سنين، نقول قبل 7 سنين إنه فينا نقول أنا وبابا رحنا عند الدكتور مثلاً وأخذنا إبرة، وفي إنه صار في بب بطني وكبر وفتح بطني الدكتور بعد ما خلصنا سكره، يعني معلوماته بتبين انه من يعني شوي جزئي، معلومات جزئيه. هلا لما يصير اقرب الى سن البلوغ فينا نفصل اكثر، يعني لما يكون 10 سنين 11 سنه فينا تكون اجابتنا مثلا اوضح، انه في هناك جزء في بالجسم اسمه بويضه داخل الرحم، هذا الرحم مكان امن، مكان حلو، اكلت وشربت كبرت. فينا نشبه يعني بالكائنات الحيه الموجوده حوالينا. أوكي. مثلا كيف بنزرع البذره، كيف بنزرع يعني انه البذره بتكبر شوي شوي، بصير لها جذور، بصير لها هاي الأفكار كلها شوي شوي بتدخل للطفل، وبتصير إنه هو يتخيل. أوكي. نربط شغلات بشغلات بتكون أسهل إله، ما إحنا نحكي نعطي جواب مش مقنع إله. نعم. نقنعه بالجواب اللي إحنا نعطيه. لقديش هو بيفهم يعني؟ قديش بالضبط حسب. أوكي. الفئة العمرية لإله. هلأ برضو في يعني أسئلة بتكون عن الذات الإلهية مثلاً. صح. وين موجود الله؟ كلهم أيوة مثلاً بيسألون. نعم. أكثر سؤالين محرجين. هذا سؤال أويك. إحنا فينا إنه هلأ هو إنه دائما الأطفال بدهم إشي ملموس. ما بدهم إشي إنه يعني بيحبوا يشوفوا. نعم. ما رح يتخيل هو. فينا مثلا إنه الله موجود بكل مكان، الله إنه بيحبنا، هو بتلاقيه بيجاوب طب هو مدام بيحبنا ليش بيخلينا نموت مثلا؟ شوفي كيف بيسترسلوا بالأسئلة. إنه هو مثلا بداية حياة جديدة ماما لما نموت، مش إنه نهاية حياة. يعني نكون إحنا مفصلين أكتر لإنه للشغلات. الله موجود بكل مكان، هو الله خلق الطيور، خلق. نستعين دائما بالظواهر الطبيعية اللي حوالينا وبالكائنات الحية اللي حوالينا عشان يقدر الطفل يستوعب، لأنه هو شايف إنه مثلا البسة كيف مثلاً، والطير وكيف بيكبر وكيف، هم نستعين فيهم عشان نفهمه يعني حسب المرحلة العمرية لإله. حلو. أنا حبيت إنك قدمتي إجابات واقعية، يعني لأنه هدول السؤالين كتير الأطفال عن جد بيسألوهم، والأهل بتحير يعني ما بدهم يطفصوا بنفس الوقت ما بقدروا يخوضوا بال. بس معلش نانا سوري، مثلاً أوقات إنه أنا ماما كيف إجيت بيكون الجواب من السوبر ماركت. أو من باب الجامعة أو باب الكنيسة. على فكرة هون بتهز شخصية الطفل. تشعر عدد الأمام يعني ما في عنده امتئان الى المكان اللي هو فيه، بخاف يروح للسوبر ماركت، بخاف يعني منشوه افكار احنا بغينا عنها. يكون جوابنا مقنع، يكون جوابنا بيحتوي على معلومه، يكون جوابنا. تعرفي شو السر روان؟ احنا نآمن انه الكلمه هاي اللي بنوجهها للطفل هاي راح ترسخ وتعلم، يعني بفكر انه خلص صغير بده ينسى، لا هاي في كلمات بيحملها لطفولته. يعني قديش احنا في مرات اجوبه وكلمات لهلا بنتذكرها سواء سلبيه او ايجابيه. ما نستهين بوقع الكلمه على الطفل. لا طبعا ما نستهين باي معلومه نقدمها للطفل تكون مقنعة، تكون أسلوبها التربوي. صح. تكون مش تقليدية. نعم. عشان إحنا ننمي ذكائه. بالعكس يعني إنك تملكي طفل فضولي أفضل كتير ما إنك تملكي طفل غير فضولي. بس مو معنى هذا إنه الطفل إذا ما كان فضولي ما فينا نزرع فيه حب الفضول والأسئلة. أنا هذا سؤالي، كيف نحفز إذا بنشوف الطفل ما بيسأل، قاعد كامن هادي نوعا ما، هل هي علامات قلة ذكاء ولا لا. ممكن نحفز يعني نعمل بيئة بتحفز الفضول؟ ممكن نزرع عادي يعني عن طريق إحنا مثلا بنساعد الطفل عن طريق إنه نعطيه شغلات ونسأله، يعني نشكل لديه هيك مثلا يعني حب الفضول. كيف مثلا ماما إنه إحنا هلا بدنا نطلع، إيش حابب مثلا، وين حابب تروح، وين حابب نسأله نحاوره، هو بصير يتعود على السؤال والجواب، بصير إنه أي شغلة شافها ما عجبته أو إلها غموض أو بصير هو نفس الشيء، أنا شفت هيك بدي أستفسر عن هيك، بننمي عنده هاي، بنقدر نغرزها عنده، ما نيأس، بس بأسلوب شوي شوي، يعني بدها هيك شوية صبر للطفل اللي ما عنده، بتلاقي طفل عن جد هادي، ما بيعبر عن شو جواته، ما بيعبر عن شو داخله. صحيح. إحنا بطريقتنا مع الحوار معهم نقدر إنه نشكل سؤال جواب عنده، فبصير هو يتحمس إنه يسأل. بصير يتعود إنه السؤال شيء بالعكس مرغوب عند. يعني أهم شيء يمكن متوقع يتعود إنه سؤالي شيء مرغوب فيه وما في صد وما في انه. أيوة. طفس يعني زي ما. طب كيف نتعامل مع اللي بخرب؟ هلا في مثلا طفل بضل يخرب هلا، ومزبوط انه إشي لما بيكبروا الاولاد بيدركوا الاهل قد ايه هذا كان تصرف بنم عن ذكاء او فضول صحيح، فضول عند ولكن الطفل. بالاول بغلب. كيف نتعامل مع الطفل الفضولي اللي عن طريق تخريب الاشياء بده يشوف شو في بقلبها؟
هلا تخريب الاشياء هي بتصير، بس يعني احنا اهم شيء بنحكي للاهل انه ما يكون في مصدر خطر للطفل ولا يؤذي نفسه مثلا لا سمح الله. باقي ما باقي نتركه يعني خليه يخرب، يعني ايش فيها، ويضب بعد ما يخرب الطفل ما في مشكله. احنا دائما كل شيء بدنا اياه مرتب، بدنا اياه ما يقرب، بدنا اذا الطفل فتح الخزانه وطلع اللي فيها يعني ما غلط هالغلطه الكبيره، بالعكس نعلمه كيف يضبها، ونفس الوقت ما يكون تاذيه، وتحت المراقبه بتكون انه ما في مشكله، انه عادي معلش عادي ما في مشكله فيها. روان احنا عرضنا سؤال تفاعلي لكل اللي بتابعنا على صفحه الفيسبوك لدنيا يا دنيا، انه في حال تعرضت لسؤال محرج من الأطفال، وعلى فكرة ما نستهين لا بأسئلتهم ولا بقدراتهم الذهنية، إيش بتكون ردة فعلك؟ بنحب نشوف رأيك ببعض الأجوبة. أوكي هلأ في عندي سؤال هناء الساعي أظن، أوكي بتقول خلينا نتفق على نقطة وننطلق من عندها. أوكي إنه الطفل لما بيسأل السؤال ما بيكون بيعرف إنه هذا سؤال محرج، هو بالنسبة إله سؤال عادي، فالجواب لازم يكون أقرب للواقع، بس لأنه المعلومة اللي رح ياخدها رح يبني عليها. اوكي مزبوط. هلا هنا عم تقول هي ما في فيديوهات لهي الاسئله معموله للاطفال باسلوب تربوي، وهي الاسئله عشان اعطيها باسلوب بضحك، يعني هاي الاسئله اوكي هو بيقول انه هاي الاسئله عامله بالضبط انه ما بنفعش تروح على امتحان وتقول ما ذكرتش، لا يا عم انت لازم تجاوب. فهو يعني انه هو ما بيكون عارف انه محرج، فانا ايش لازم اتعامل معه؟ هلا هو بحب من زي ما انا حكيت انه من باب الاكتشاف بيسال السؤال، يعني بده يسال اي سؤال، يعني هو مش قصده يحرجك. احنا كأهل هون يعني لما يكون مثلا جوابنا فيه اسلوب تربوي، فيه اسلوب مشتق، هو بده يسمع معلومه جديده، يعني مش سمعها من حدا، يعني هو بده يقتنع ويقتنع في هاي المعلومه. فلازم احنا نكون، حتى لو الام بحثت، على فكره لو كثير كان السؤال محرج وقالت الام مثلا ما بعرف، بتعلمي طفلك انك انت بعدك زيك زيه عم تتعلمي. الانسان مهما كبر بده يضل يتعلم، بس لا لازم تبحثي عن المعلومه، تقول ماما رح اشوف المعلومه، تبحثي عن المعلومه وتعطيها مره قادمه مشان تبني الصدق فيما بينك. شوفي لميا العرب بتقول المفروض انه اذا كان السؤال محرج كثير لازم نفهم الطفل انه هاي الاسئله بتخص الكبار، انت عيش طفولتك وما بصير تسال هيك، بس انت تكبر رح تعرف. لا انا مش مع هذا الجواب، انا مع يعني اعطاء مثلا خطوط عريضه مثلا، ولا انه بس تكبر او بعدين رح تفهم عن جد، لانه حتى يعني فينا نعطي اي هيك اي يعني اي معلومه صغيره، اي معلومه مبسطه، اي اسلوب بسيط اللي يفهمه، افضل ما نحكي لهم انه لا بس تكبروا او بس لما بعدين بتعرف هذا الجواب، افضل بكثير. اوكي نعم انا كثير صراحه بحترم الاهل اللي بيكون بالهم طويل، يعني احنا لما ننجب الابناء بده يكون عندنا هالمسؤوليه وهل طوله البال لنجاوبهم، مش نتأفف ونتدمر ونعصب عليهم. طيب كمان مجموعه من الاجابات، هيفا بتحكي لازم اجاوبه، ما بعطي المعلومه بالضبط بس بحاول اعطيه جواب قريب. لازم منى الصباغ عادي بشرح له بأبسط الطرق لكن بطريقة طبعا يعني مناسبة لعمره، وهنا بتحكي نفس الجواب تقريبا، بجاوب بطريقة بتناسب عمره وما بتخوفه. هون في عنا من أم عمر، أنا بعتبر الطفل ذكي من طريقة السؤال، وبحس الجواب إذا مش مقنع الطفل ما رح يصدقه. زي ما حكينا لازم الجواب يكون مقنع ويحتوي على معلومة وحسب الفئة العمرية لإله. هنا في لميا العرب حاطة بالآخر نكتة إنه جاوبه على قد عقله، لأنه بذكرني بالولد لما ولد بيقول له أبوه إحنا من وين جينا؟ قال له هذا حكي الكبار ما بخصك. صحيح عليه، قال له لأنه صاحبي بيقول إنه إجوا من سوريا. لا هو على فكرة الطفل من حقه يعرف سبب وكيفية قدومه للدنيا للعالم. عادي لازم نعطيهم هذا الحق، لانه بتبني عنده شغلات كثير بباله بعقله، بتنمي له شخصيته، بتثبت له قوه بالشخصيه. طبعا اكيد، يعني احنا بنحكي زي ما حكيت اجابات يعني حول الموضوع مش بالتفصيل، بس يكبروا نحسه مستعد ممكن نخوض اكثر بيه بالتفاصيل، بس يكبروا بنفس الوقت انه ما نتذمر انه عندنا طفل فضولي. بالعكس نستغلها هاي الشغله، نستغلها. برافو، هي شيء ايجابي رائع رائع.